الحاج يا الحاج يا الحاج وتوقف بات دي البونسيون يا بلقى سوين نصيب وين نصيب يا رب بلقى سكمل كل شي راح عندني هذي والله لا حبس كبارك تنهو يا الحاج انا دريس ما عرفتنيش يخلى درمو ورا غريح الحاج قطعوا لينا الكاس دوفيل ورا اللي باغي نجي عندك هتعمر لي كاس قرعان الحاج ولا تسلف لي وحده هذاك اللي كنت عندك فيه وتسلم عليه هذاك ناهو هذاك ابني عمي الحاج ابني عمك ايه مش كنت متعدي تاويه تصالحنا الحاج تصالحنا ودرت المعالقات هو عندنا قوي ما تلاقيناش عندنا الشيطان وتصالحنا عالتو شيطان ايه شوف ادريس مليوم ما نقبلكش تمشي على هذا الطريق كاع الخنزة تاعك كنت حاملو بصح كي جبت لي ابني عمك هنا والله ما تفوت على هذا الطريق الحاج والقرعة تاع الكاس كيف ندير معاه وروح لابني عمك يعمروها لك يا ربي كيف ندير مع الكاس ضرب وكاس يا ربي كيف ندير بارك الله تبارك الله على هذا البنان حنا راه عندنا البنان ماشي كيما شي ناس البنان وما عندهمش يالو مطا كاش واحد جا حوش عليا باردو عليك اسمعي الا كاش واحد حوش عليا قول له راني في الشفه الله 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 على هذا الماطيشة الله الله ها الماطيشة ولا خليني الحمد لله اللي الواحد ما فيهش الدين نمشي في الدوار وراسي مرفوع الفلاح اللي ما عندوش ماطيشة كيما ذي يوم يسماش فلاح الماطيشة اللي مغروشة بالدين تحماضوا في سوقنا يدحسوا عليها بالرجلين يخلى درمك وك رايح مش قلت لك هذا الطريق نساها الحاج هاني رايح للسطاد اللي مور الحوش تاعك هالجوارينا مديرين تورنوا وراني باغي نلعب بالحاج تورنوا تاعي انا يا صار هكا شوف الحاج يا نفوت من يا نبهد لك مع الجوارين تهدد فيا ولا كيفاه تهدد فيا اليك راجل اليك راجل وجبتك امك فوتوا على هذا الطريق الحاج ونظروا كيف ندير نفوت بها نلعب عندك يا تفوت على طريق ولاد الطايع يا طريق ولاد الوج يا طريق ولاد الرومي ليا هذا المنكر الحاج ليا وكيش تطلع غير مورا دارك انا با تفوت على داري لازم لك تروح دير الروب وملهي هنا ولات قضية تاع نيف الحاج انا يا نفوت يا ما نلعبش ولات قضية تاع نيف العام اللي فات كيف انت على طريق ولاد الرومي ولعبته فماك ما كانش عندك النيف ول فما كنت مع والله ما نلعبش عليكم التروتك ما نلعبش يا وانت ماك تاع نيف ماك تاع شان انت تاع بنان ترسو دخلانية ترسو برانية حشان مجموعين ترسو دخلانية ترسو برانية مجموعين وبرضو عليك همطة برضو عليك والله ما نخاف على البحيرة مطا جيبيها لهيه يا اخي درمك بهدلتينا ماشي هكاك بهدلتينا حي والعدياني يشوفوا حي هكذا تبعي 1 2 3 تحيا بحيرتنا 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 شو هذا الحاج؟ هذا مقلع 500 وعليه مسمينه مقلع 500؟ هذا قادر يرفد الحجرة حتى تحت 500 درهم الله يبارك ويطوع يا ودي قادر تجيبها عند ابن عمو ملهيه انضريت الحاج انضريت والحالة طولت انت اللي بغيت الحاج القصد ما عنديش الحاج
عندك المطيشة والبنان. هي الحجران جوارين والرسول وسع على الجار الحاج. عليه الصلاة والسلام، الرسول وسع على الجار مشي على ولد عمه. الحاج قل لي غير كيف هندير برك باش نرجح كيما بكري. بلغ الناس اللي رسلوك، احنا ما بينا لا مطيشة ولا بنان، احنا في بحيرتنا حرار، وابني عمك إلا بغاو الهدنة والسلم ما عليهم غير يبعدوا هذه البحيرة ويبعدوا ماليها.